معكم اليوم أحد فرسان النهج لأتحدث إليكم ونتناقش سويا في بعض المواضيع الخاصة بنا. وفرسان النهر هي حيوانات ضخمة ومفلطحة ومحبة للماء، وهي ثالث أكبر حيوان ثديي يعيش على اليابسة بعد الفيل ووحيد القرن الأبيض، ويعيش في المناطق التي تتوفر فيها المياه لأنه حيوان برمائي يقضي حوالي 16 ساعة يوميا في الماء ليحافظ على جلده رطبا. واليوم سنناقش طريقة حياته والمراحل العمرية التي يمر بها وطريقة وأنواع غذائه، كما سنضع بين أيديكم بعض الفيديوهات والصور. فرس النهر الأقزام هو نوع من فرس النهر الصغير جدا مقارنة بأنواع فرس النهر الشائعة الأخرى، فمن حيث الحجم فإن هذا النوع يعتبر خامس أنواع فرس النهر الأفريقي الخمسة المعروفين وتقضي وقتا أقل في الماء. في الوقت الحاضر، وتم اعتبار فرس النهر الأقزام من الأنواع المهددة بالانقراض، يبلغ طول هذه الأنواع القزمة 6 بوصة فقط وارتفاعها 30 بوصة من عند الكتفين، ويتراوح وزنها بين 180 و 275 كيلوغرام، والجلد هو نفسه جلد فرس النهر الشائع الذي له بشرة رقيقة مغطاة بطبقة من الأدمية، ويبلغ سمكها بضعة سنتيمترات، ويتسم بالعيون الصغيرة والمستديرة، في حين أن المدارات والخياشيم أقل وضوحا من الأنواع الأخرى، ويبلغ طول الذيل حوالي 11 بوصة فقط. العمر الافتراضي لفرس النهر الأقزام غير معروف، ومع ذلك يعتقد أن طول عمرها يتراوح بين 30 و 50 عام. وتتواجد في الغابات الداخلية في غرب إفريقيا المحصورة في ليبيريا، وعدد قليل منها يتواجد في البلدان المجاورة لساحل العاج وسيراليونا وغينيا. وغالبا ما يتم العثور على فرس النهر الأقزام في حالة خفية في الغمر والمستنقعات والأنهار. أفراس النهر الأقزام هي حيوانات خجولة ليلية، وهي من الحيوانات العاشبة، يميزون منازلهم بروثهم أثناء الراحة طوال اليوم في المستنقعات، وخاصة إذا كان الجو حارا ومشمسا، ويخرجون من الماء بعد غروب الشمس بحثا عن الطعام. ولكل من الذكور والإناث مناطقهم الخاصة، مع وجود مساحة أكبر للذكور مقارنة بنظرائهم من الإناث. وتقضي أفراس النهر الأقزام وقتا أقل نسبيا في الماء، وهم عرضة للجوء إلى الماء عندما يشعرون بالتهديد. ونظرا لكونه حيوانا غريب جدا، فقد يتداخل منزل الفرد مع منزل فرس آخر، وحتى مع ذلك فمن المعروف أنهم يتحملون وجود بعضهم البعض في أراضيهم. وفرس النهر الأقزام لا يحب أن يصدر أصواتا، ونادرا ما يصدر الكثير من الضوضاء والأصوات، وتم تسجيلهم وهم يصدرون مكالمات خفيفة بما في ذلك الشخير والهسهسة والشخير والصرير. تتغذى فرس النهر الأقزام على مجموعة متنوعة من المواد النباتية بما في ذلك البراعم الناعمة والأوراق والجذور والعصارة والأعشاب والفواكه المتساقطة. كما لاحظ الباحثون في حديقة الحيوان، فإن أنثى فرس النهر عادة ما تكون جاهزة للتزاوج عندما ترى ذكر ينتظر في مكان قريب، ويمكنهم التزاوج على الأرض أو في الماء. ومع ذلك فإن موسم تكاثرها في البرية غير معروف، وعادة تلد فرس النهر صغير واحد في كل مرة، وفترة الحمل من 6 إلى 7 أشهر، على عكس معظم أنواع فرس النهر الأخرى، وتلد أفراس النهر الأقزام عجولها على الأرض، ويزن المولود الجديد حوالي 4.5 إلى 6.4 كيلوغرام. وخلال الأسابيع القليلة الأولى، تقوم أنثى فرس النهر بتخبئة العجل الصغير في الأدغال البرية لتطعمه لبنها، لأنه لا يستطيع المشي بشكل صحيح. وتبقى العجول مع أمهاتها حتى الفطام، وتختبئ بالقرب من الماء بينما تغادر الأم بحثا عن الطعام، ويحدث الفطام بين 6 و 8 أشهر من العمر. ومن المثير للاهتمام أن الطفل ينمو بسرعة كبيرة، وفي غضون 5 أشهر ينمو مولوده ما يقرب من 10 أضعاف وزنه عند الولادة، ويكون جاهزا.
ومع أن أجسامهم ضخمة، ألا أنهم سباحون ممتازون على عكس معظم أنواع فرس النهر الأخرى؟ وهذه القدرة على السباحة تساعدهم على الهروب من الحيوانات المفترسة بشكل أسرع. ويفرز فرس النهر الأقزام سائلاً بنياً ضارب إلى الحمرة من خلال مسام الجلد، مما يسمح لها بإطلاق أي حرارة زائدة في الطقس الحار للبيئة المحيطة. ويعتبر الأعداء الأساسيون لهذه الأفراس الصغيرة هم الفهود والثعابين والتماسيح. يطلق على فرس النهر الأقزام الذكر اسم الثوري، وتسمى الأنثى بقرة، بينما يطلق على الطفل اسم العجلي. لم تكن أفراس النهر الأقزام معروفة خارج غرب إفريقيا حتى القرن التاسع عشر. في الوقت الحاضر، هناك أقل من 3000 من أفراس النهر الأقزام المتبقية في البرية. يوجد العديد من مادة الفولكلور الأفريقي حول هذه الحيوانات في غرب إفريقيا. وتقول أحد ألف مقصور الحكايات الشعبية الأكثر شعبية أن فرس النهر الأقزام يحمل الماس في أفواههم ليلا لإضاءة ممراتهم عبر الغابة، وإذا تمكن الصياد من أسر الحيوان فيمكنه الحصول على الماس لنفسه. وتتناقص أعدادهم في البرية، حيث يدمر البشر موائلهم ويستمر السكان المحليون في مطاردتهم بحثا عن لحوم الأدغال. وتحب أفراس النهر الماء، ولهذا أطلق عليها الإغريق اسم حصان النهر، حيث تقضي أفراس النهر ما يصل إلى 16 ساعة يوميا مغمورة في الأنهار والبحيرات للحفاظ على أجسامها الضخمة باردة تحت أشعة الشمس الإفريقية الحارة. وأفراس النهر رشيقة في الماء وسباحة جيدة، ويمكنها حبس أنفاسها تحت الماء لمدة تصل إلى 5 دقائق، ومع ذلك فهي غالبا ما تكون كبيرة بما يكفي للمشي أو الوقوف على قاع البحيرة أو الاستلقاء في المياه الضحلة. وتقع أعينهم وفتحات أنفهم في مكان مرتفع فوق رؤوسهم، مما يسمح لهم بالرؤية والتنفس أثناء غمرهم بالمياه في الغالب. تستلقي أفراس النهر أيضاً على الشاطئ وتفرز مادة دهنية حمراء، مما يؤدي إلى ظهور أسطورة أنها تعرق الدم. والسائل هو في الواقع مرطب للجلد وواقي من الشمس، وقد يوفر أيضاً الحماية ضد الجراثيم. وعند غروب الشمس، تترك أفراس النهر الماء وتمشي علي الأراضي لترعى. وقد يسافرون 6 أميال في الليلة على طول مسارات ذات ملف واحد لاستهلاك حوالي 80 رطلا من العشب. وبالنظر إلى حجمها الهائل، فإن تناول طعام فرس النهر منخفض نسبيا. وإذا تعرضت أفراس النهر للتهديد على اليابسة فقد تهرب إلى الماء، كما يمكنها أن تضاهي سرعة الإنسان لمسافات قصيرة. وتزن عجول فرس النهر حوالي 100 رطل عند الولادة، ويمكنها الرضاعة على الأرض أو تحت الماء عن طريق إغلاق آذانها وفتحات أنفها. وكل أنثى تلد عجل واحد فقط كل عامين، وبعد الولادة بقليل تلتحق الأم والصغار بالمجموعات التي توفر بعض الحماية ضد التماسيح والأسود والضباع. كان لأفراس النهر ذات يوم منشر بشكل وسع، ولكنه يعيش الآن في شرق وسط وجنوب أفريقيا جنوب الصحراء، حيث يتناقص عدد أفراده. وفي حوالي 8 سنوات، يترك فرس النهر أمه، وهنا يبدأ البحث عن رفيقة، زوجة أو زوج. وعادة ما يجد صغار أفراس النهر قطيعا من أفراس النهر فقدوا زعيمهم مؤخرا، ويصبح قائد هذا القطيع. لكن الإناث ينضمون إلى مجموعة زملائهم الإناث، وبعد أن يحصل فرس النهر على رفيق يبدأون في تكوين أسرتهم. وعادة ما يكون لدى أنثى فرس النهر عجل واحد فقط في الولدة الواحدة، ولكن في بعض الأحيان يكون لديها توأمان. وفي سن 40 إلى 50 عاما تقريبا يصبح فرس النهر أبطأ من ذي قبل ولا يأكل كثيرا، وهنا يكون قد اقتربوا من سن الموت. فرس النهر يعتبر من الثدييات، ويعيش في الماء وعلى الأرض، لذا فهي برمائيات أو شبه مائية، يعني حصان النهر، لأنهم يمشون أو يركضون على طول قاع النهر.
يتخذ فرس النهر من مناطق المراعي موطنا له، حيث توجد مياه ثابتة دائمة وليست عميقة جدا، وليس هناك من الصخور في قاع البركة. وموطن فرس النهر الأقزام في الغابات في غرب إفريقيا بالقرب من مناطق المستنقعات. فرس النهر الأقزام أصغر بكثير من فرس النهر الشائع، حيث يبلغ ارتفاعه أقل من متر واحد عند الكتف ويزن حوالي 250 كيلو جراما. ورقبته أطول ورأسه مستدير وأضيق، وعيناه ليس في أعلى رأسه. ويقضون وقتا في الماء أقل من فرس النهر الشائع، لكن لديهم نفس التكيف مع التواجد في الماء. ويزن ذكور فرس النهر الشائع حوالي 3 أطنان والإناث حوالي 1.5 طن. ويعتبر ثالث أكبر حيوان بري بعد الفيل، وهو الأكبر ووحيد القرن الأبيض. وأقدامه لها 4 أصابع مكشوفة، وتمتلك أفراس النهر جلدا سميكا جدا ولا يوجد شعر تقريبا. يحتوي فرس النهر تحت الجلد على طبقة سميكة من الدهون، مما يساعد على إبقائه دافئا في الماء. توجد العينان والأذنان والأنف في الجزء العلوي من الرأس، بحيث يمكنهما الرؤية والسمع والتنفس بسهولة عند الطفو في الماء. دائما ما يراقبون التماسيح، كما يراقب ذكر فرس النهر أيضا الذكور الآخرين الذين قد يرغبون في الاستيلاء على منطقته والإناث. وأفراس النهر لها ذيول قصيرة ومسطحة، يعمل الذيل مثل الخفاش لنشر براز الذكر لتمييز منطقته. وتحت الماء يركض أفراس النهر أو يمشي على طول القاع مع ضغط آذانهم لأسفل بشكل مسطح، وخياشيمهم مغلقة بواسطة عضلات صغيرة. ولديهم ما يسمى غالبا بالجفن الثالث، وهو غشاء شفاف يغطي أعينهم ويعمل مثل النظارات الواقية حتى يتمكنوا من الرؤية تحت الماء. ويتباطأ معدل ضربات قلبهم حتى يتمكنوا من البقاء تحت الماء لفترة أطول. وعادة ما تخرج للهواء كل 6 أو 7 دقائق، لكن يمكنها البقاء في الأسفل لمدة 30 دقيقة.